البروغرام نتاع النوم في رمضان هو انه حياتنا تتبدل، برنامجنا في النوم اللي مثلا تنجيه عام كامل نبدلوه. علاش؟ خاطر العباد تسهر، تخرج تسهر بعض اصحابها وتمشي بعض الفاميليا برشا. ثاني حاجه تاكل حوايج حلوه وحوايج ارزن اون جينيرال، خاطر ماتير جراس اكثر من قبل، دونك تافافوريز افاره النوم. الحاجه الثالثه ساعات الواحد يقوم في السحور يجم افاره النوم، من المستحسن احنا نقولوا ديما يقوم في السحور يقعد نصيف ساعه ماكسيموم ياكل حوايجه ويرجع ويشرب ويرجع يرقد، مش من بعد يجم يعمل توتانسيك في السماء. الرابع حاجه هما لي سيست، فما برشا عدد في رمضان يعملوا سيست، يكون حياته كامله ماهوش سيست في رمضان، يولي يعمل سيست خاطر يخلق ما عنده ما يعمل، يقول لك انا ننقض من ثلاثه للاربعه، سي با بيان خاطر تولي في الليل ما عادش يرقد. دونك ايفيتي لا سيست، تاخذ سبور، ناكلوا حاجه منتظمه وخفيفه ومش ياسر حلو في الليل، حاول ما نسهروش ما نتكيفوش في الليل، برشا عباد تخرج للقهوه كل شيء يقعدوا يتكيفوا برشا، زاد سا اغراف لا سيتياسيون خاطر الدخان يفيق. دونك يا بوكو دو بيرتورباسيون دو سومي نتاع النوم يتفرع سياسه، خاطر احنا النوم نتاعنا يتفرع سياسه.